السلام عليكم وأسعد الله مساكم. اهتزت الأسرة الرياضية في الجزائر منذ قليل بعد الإعلان عن وفاة لاعب جزائري معروف، وهذه التفاصيل الكاملة. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل بالحديث عن لاعب معروف توفي بسكتة قلبية مفاجئة بعد سقوطه في الملعب، ويتعلق الأمر باللاعب طويل العقبة وهو معروف في ولاية بوزا، وهو لاعب وسط غالي سيدي راشد تم نقله للمستشفى وللأسف تم إعلان وفاته. وتفاعل ناشطون مع الحادثة بحزن كبير ودعوا للفقيد بالرحمة والمغفرة.